Well, as you can see, we have been conscious all the way along that as the partner responsible for monitoring evaluation, honesty. والله هو حدث مهم جدا لانه المشروع ده كان غايه في الاهميه والتعقيد، لان احنا عملنا شراكه عبر 3 سنوات طوال مع 5 كليات تربيه في اوروبا و4 كليات تربيه في فلسطين ولبنان. ومن خلال الشراكه دي والتعاون والزيارات المتبادله والحوارات قدرنا ان احنا نستقي افضل الممارسات في كل كليه من الكليات عشان نضعها في خطط التطوير لكليات التربيه هنا في مصر وفي المنطقه العربيه. طبعا المشاهده غير قراءه الممارسات الجيده، لما الواحد بيزور وبيشاهد وبيعايش بيبقى التعليم اقوى بكتير. وبالتالي كل رحله كان احنا سفرنا حوالي 120 من اساتذه كليات التربيه مع طلبه الدراسات العليا، سافروا لمدد بتطول حوالي 2 أسبوع، وقدروا من خلالها انهم يزوروا مدارس ويزوروا كليات تربيه ويشاركوا في التدريبات ويشاركوا في الابحاث، ويعني يلاحظوا عن قرب كل الاجزاء الهامه جدا من المنظومات الناجحه دي في اوروبا. وبالتالي عادوا الى الوطن ووضعوا خطط وبداوا ان هم فعلا يطوروا من الخطط دي، سواء كان في التربيه العمليه او في خطط الابحاث او في خطط التربيه او في خطط التنميه المهنيه، يعني تدريب المعلمين، ازاي كليات التربيه ممكن تجود من قدرتها على تدريب المعلمين داخل المدارس وتتابعهم في اعمالهم وتطور مهنتهم. فدي كلها طفرات بتبدو سهلة ولكنها معقدة جدا وبتعوز نظم فيها كتير من التفاصيل عشان تبقى نظم فعالة وتقدر انها تفعل الشراكة بين المدرسة وبين الكلية، وتقدر الكلية تفعل دورها داخل المدرسة. دي عايزة شغل كتير جدا، وعايزة ان وزارة التربية والتعليم تبقى شريكة للتعليم العالي، وانه الكلية تبقى شريكة للمدرسة، ويبقى في بروتوكولات تعاون، ويبقى في زيارات متبادلة وأنشطة متبادلة.